أهلا بكم أصدقائي الأعزاء، أنا موسى الجميل من نماذج تحت العمر. صديقتنا الجميلة بسبب حاجة استعرضت لي فقدت ثقتها الاتنين، قوة إرادتها وعزمتها بتتحدى الأعاق وبتواجهها بكل شجاعة. صعوبات كتير وتحديات كتير بتقابل أصدقائنا من ثور الإرادة، لكن بقوة إرادتهم وعزمتهم قادرين على تخطيها وتجاوز كل صعب. صديقتنا الجميلة نموذج جميل للمرأة القوية، قوة إرادتها وعزيمتها بتواجه الإعاقة بكل شجاعة وإصرار وعزيمة، طاقة إيجابية رغم إنها بدون ساقين. صديقتنا الجميلة بتردلنا على أسئلة كتيرة بتدور في أذهان المشاهدين، إزاي بتكون حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وإزاي بقوة إرادتهم وعزيمتهم بيتغلبوا على كل صعب وبيواجهوا الإعاقة